ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بدأ يوم أمس الجمعة جولة خليجية تشمل كل من عمان والبحرين والإمارات، جولة اعتبرتها الحكومة البريطانية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الحارة مع دول منطقة الخليج وفي مقدمتها البحرين. الأمير تشارلز سيفتتح في البحرين أول قاعدة عسكرية بريطانية دائمة في منطقة الشرق الأوسط ومنذ الانسحاب البريطاني من المنطقة قبل أكثر من 4 عقود. القاعدة التي بلغت كلفة بنائها أكثر من 37 مليون جنيه استرليني ساهم السلطات البحرين ب30 مليون جنيه لبنائها في وقت فرضت فيه إجراءات تقشفية صارمة في البلاد إثر تدهور أسعار النفط العالمية وتفشي الفساد المالي بين صفوف عائلة آل خليفة الحاكمة. مصادر عسكرية مطلعة أوضحت أن المشروع يمكن أن يوفر الملايين لوزارة الحرب البريطانية لأن القوات لن تضطر إلى السفر والعودة إلى المملكة المتحدة. ناشطون بحرانيون اعتبروا من جانبهم بناء القاعدة بمثابة مكافأة من النظام الحاكم في البحرين لبريطانيا التي لم تأل جهدا في دعمه ومساندته في حملته القمعية للحراك الجماهيري المتواصل في البحرين منذ العام 2011 والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء. ذلك الدعم البريطاني وجه بانتقاد شديد من العديد من المنظمات الحقوقية ومنها منظمة مناهضة عقوبة الإعدام ريبريف التي دعت العائلة المالكة في بريطانيا إلى إثارة قضايا التعذيب والمحكومين بالإعدام وفي مقدمتهم الشاب محمد رمضان مع سلطات البحرين. نداء لن يلقى آذانا صاغية من الأمير تشارلز لأن المصالح البريطانية فوق أي اعتبار أو قيم وخاصة قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.